حصل اللي قالته بالحرف وكأنها سفرة المستقبل عرفت اللي هيحصل وحكيته بالظبط، سرها باتع وكل اللي بتقوله بيحصل. العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف رجعت مرة تانية للواجهة بعد انتشار فيديو قديم ليها قالت فيه على كل اللي بيحصل في سلطنة عمان حاليا، وكأنها شافت وعاشت اللي بيحصل قبلنا. يا ترى ايه اللي بيحصل وإيه اللي قالته العرافة اللبنانية وقلب الدنيا في السلطنة كده؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية في الفيديو ده من خمسة بالعربي. فيديو قديم رجع تاني ينتشر بسرعة البرق، ظهر فيه العرافة اللبنانية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف وهي بتقول توقعاتها لسلطنة عمان عن الأحوال الجوية واللي هتشهده السلطنة من كوارث بالتزامن مع المنخفض الجوي منخفض الهدير اللي بتمر به السلطنة من أيام. ظهرت العرافة اللبنانية خلال مقابلتها مع الإعلامي نيشان من كام شهر فاتوا وهي بتتوقع أن السلطنة هتمر بأجواء مناخية قاسية، وقالت نصاً الأجواء المناخية القاسية ستضع سلطنة عمان تحت رحمة الطبيعة وقد تتسبب في مشاهد مؤسفة، ودعت بالسلام والأمال للمواطنين العمانيين في الظروف الصعبة دي. الأيام اللي فاتت تعرضت السلطنة وعدد من دول الخليج لمنخفض جوي غير مسبوق اتسبب في أضرار جسيمة وخصوصا في السلطنة، وكان قطاع البحث والإنقاذ في سلطنة عمان أعلن عن ارتفاع عدد الضحايا اللي فارقوا الحياة بسبب المنخفض الجوي ل 18 شخص معظمهم طلبة مدارس. وشهدت دول الخليج موجة طقس قوية وسقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول، وبسبب حالة الطقس السيئة دي اضطر الجميع إلى ضرورة البقاء في البيوت وعدم الخروج نهائيا لتجنب حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح. المنخفض الجوي اتسبب في حدوث أضرار جسيمة في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، وبحسب جريدة عمان ديلي المنخفض سبب أضرار في البنى الأساسية زي الطرق العامة والطرق الداخلية والخدمات الاتصالية وخدمات الكهرباء وشبكات المياه، وكمان جريان الأودية الجارفة اتسببت في أضرار عامة وخاصة لا يمكن حصرها في الوقت الحالي، وتغيرت ملامح عدد من المناطق بسبب الفيضانات ومنسوب المية. مش سلطنة عمان بس اللي حصل فيها أضرار جسيمة بسبب المنخفض الجوي، لأن الإمارات كمان اتعرضت لأصعب موجة أمطار وسيول من 75 سنة فاتت. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم على رأس أولويات حكومة الإمارات، ووجه الجهات المعنية بسرعة العمل على دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وحصر الأضرار اللي سببتها الأمطار الغزيرة، وكمان وجه بتقديم الدعم اللازم لجميع الأسر المتضررة من أثار الأمطار في مختلف مناطق الدولة، وأمر بنقل الأسر المتضررة لمواقع آمنة بالتعاون مع الجهات المحلية، وثمن جهود جميع العاملين في فرق الطوارئ والأزمات الوطنية والمحلية والجهات المختصة في إدارة عمليات الإنقاذ والإخلاء خلال الأمطار والسيول والظروف المناخية الصعبة اللي كانت موجودة.